السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم في هذه الحصة المباشرة من برنامج صحتك لا بأس. تؤدي التغيرات المناخية والجوية في فصل الشتاء إلى ضعف المناعة وتتسبب في الإصابة بالكثير من الأمراض التي تؤثر على الأطفال والكبار، كبار السن تحديدا. وتشير الدراسات بأن الأطفال هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الشتاء، حيث يتعرضون للإصابة بالعدوى بشكل أسرع من الأشخاص الأصحاء الذين يتمتعون بمناعة قوية. مشاهدينا، اليوم سنتحدث عن الأمراض المعدية في فصل الشتاء وكيفية الوقاية منها أو التخفيف من حدتها. نستضيف اليوم للحديث في هذا الموضوع الأستاذ الغني عن التعريف الدكتور خالد الشافي، استشاري الأمراض المعدية والأوبئة. أهلا وسهلا به. أهلا بك أستاذنا الكريم، كما أرحب بمشاهدينا وبمشاركاتكم. أهلا بالجميع، كيف حالك سيد الكريم؟ أهلا وسهلا. كيف مرحبا. الشتاء والبرد معكم؟ والله هسه بدأ بلش. أهلا وسهلا. صار تقريبا أسابيع. نعم. طبعا الشتاء الرسمي يبدأ من 1 ديسمبر وينتهي في نهاية الشهر الشباط أو الشهر الثاني. نعم. هذا الرسمي، لكنه يتغير الجو في بعض الأحيان ويستمر. ولكن أكثر. بدأت الأمراض، يعني ما بتحكي مع شخص إلا أولاده تعبانين وعندهم حرارة أو زكام أو إلى آخره. يعني لماذا ترتبط بالفعل هذه الأمراض بالشتاء؟ وهي معدية، يعني عندما يمرض أحد في العائلة الكل يتبعه، خاصة الآن موسم الدراسة والأطفال يذهبون ربما إلى المدرسة وهم في حالة من البرد والزكام وهي الأمور. يعني حديثنا اليوم عن كيفية الوقاية من أمراض الشتاء وتحديدا الأمراض المعدية. هناك أنواع عديدة من الأمراض دكتور، هناك أمراض فيروسية وأخرى بكتيرية، ما الذي يحدث؟ نعم، طبعا الأمراض الشتوية أو المرض المعدية في الشتاء هي أما فيروسات وأما بكتيريا. نعم. بس عادة النتيجة أنه الإنسان يتمرض ويفقد يعني أيام من العمل ويفقد أيام من راحته، وقد يعني يدخل المستشفى أو يصير عنده مضاعفات أخرى أو يعدي غيره. هناك فرق ما بين البكتيريا والفيروسات من ناحية الحجم. حجم البكتيريا تقريبا 1000 مرة أكثر من حجم الفيروس. الفيروس بالنانوميتر، البكتيريا بالمايكرون. أهم جهاز يتعرض إلى العدوى في الشتاء هو الجهاز التنفسي، نتيجة أنه قرب الناس مع بعضها. يعني بالشتاء تغلق النوافذ وتكثر التدفئة، فالإنسان يكون واحد قريب عن الثاني. هذا السبب. هذا سبب واحد ويساعد على الانتقال. السبب اللي يعزو له أكثر الأحيان أنه ليش تنتقل بالشتاء، أنه برودة الجو تتقلص الأوعية الدموية خارج الجسم، يعني مثلا في الجهاز التنفسي الذي يبدأ بالأنف والفم. نعم. فتكون لأنه حركة الدم مهمة لجلب كريات الدم ولجلب المضادات الحيوية في الجسم. نعم. ضد الأمراض. هذا التفسير الحالي، ربما هناك تفسيرات في المستقبل نتعرف عليها أكثر. نعم. دكتور، هناك يعني أناس عندهم مناعة قوية ربما تحميهم في فصل الشتاء من شدة أو حدة الزكام، لأنه لا أحد لا يمرض. نعم. يعني الكل. نعم. يمرض صح ويمر به، ولكن في بعض الأشخاص تكون سهلة عليهم أكثر من غيرهم، يعني فرضا كبار السن عندما. نعم. يعني نأتي على هذا مثلاً. لكن تفضل. لو تصورنا أن الأجهزة الجسم الجسم مكون من أوعية وأنابيب. نعم. لنأتي إلى الجهاز التنفسي، هو عبارة عن أنبوب. نعم. يبدأ بالأنف والبلعوم ومن ثم القصبة الهوائية التي تتفرع. نعم.
يعني وتنتهي بالحويصلات الرئوية. يعني لو هناك صورة للرئة رئتين كالشجرة المقلوبة لأنها تتفرع، ونتيجة التفرعات حتى تحصل مساحة كبيرة لتبادل الأكسجين، لأن الرئة وظيفتها نقل الأكسجين من الجو عبر خليات الدم إلى مكان يسمون الميتابوليزم، يعني التصفية والتكرير واستخلاص الطاقة. فالغذاء بحاجة إلى حرق وبحاجة إلى، يعني مثلا لما واحد يشتري طعام يحتاج إلى طباخ ومطبخ، وهذا المطبخ ذات على حرارة، والحرارة هي طاقة. فهذا الأكسجين ضروري لتحويل الطعام إلى طاقة، وهذه طاقة للبناء الجسم اللي هي من الطعام وللحركة ولكل الأفعال الحيوية. يدخل الفيروس أو الميكروب داخل الجسم فتحدث عدة حالات، سواء فيروس أو بكتيريا، التهابات تحدث، تحدث التهابات. أما التهاب الفم أو البلعوم وتنتج التهابات اللوز أو اللوزتين، اللوزتين نعم، أو يكون التهاب الأنف الزكام، أو يتطور الالتهاب إلى الجيوب الأنفية، أو هناك قناة أوستاكي التي تربط ما بين البلعوم والإذن الداخلية. فعادة إذا يطول التهاب البلعوم أو اللوزتين فينتج التهاب في الأذن، في الأذن. هذا يحدث عند الأطفال أكثر شيء. صحيح. فهذا يسموه الجهاز التنفسي، المجاري التنفسية العليا. نأتي يتطور المرض وينزل في القصبات. لذلك يقولون عندك التهاب القصبات، سعال وسعال وبلغم وحرارة، دائما الحرارة موجودة مرتبطة. نعم. ينزل المرض إلى الرئة، هنا تكون الخطورة أكثر، تصير ذات الرئة. هاي بحال لم تتم معالجة، في حالة أما لم تتم المعالجة أو المريض مناعته قليلة، أو الفيروس أو البكتيريا يسموه هايلي فيريلنس، يعني شديد قوي قوي. الجسم ما متعلم، متعود عليه لهالدرجة. نعم. فينتج أنه حالة ذات الرئة اللي يسموه بالإنجليزي نيمونيا، وينتهي المريض إلى المستشفى. علاجها كيف هي ذات الرئة؟ بعدين نرجع للعلاج. ولما تكون هناك ذات الرئة هنا تكون خطورة. قد ينتهي الأمر إلى أنه المريض يدخل الإنعاش. هل تعتمد على العمر؟ طبعا تصيب أي شخص؟ المناعة. لأنه تختلف، لأنه عند الأطفال أو حديثي الولادة قليلة، عند الكبار السن ما بعد السن 75 هم تكون ضعيفة. فلما يصل المريض إلى الإنعاش وعنده ذات الرئة تكون يعني احتمال الوفاة من 30 إلى 70%. نعم. وهذا مع سواء استخدموا مضادات حياتية أو لا. فإذن حتى لو تم استخدام المضادات الحيوية. نعم. لأنه لما يوصل إلى الإنعاش وهو عند ذات رئة تكون حالته خطرة. هل ممكن تجنبها؟ نعم. تجنب الإصابات الخطرة أو تجنب هذا نتيجة هذا التطور، لأنه نعم. إحنا قلنا تيوب هو عبارة عن أنبوب وينتهي بشجرتين. هاي الشجرتين تنتهي بالحويصلات. القصيبات الدقيقة يكون حجمها حوالي 5 مايكرون. البكتيريا أقل شوي من هذا فتدخل إلى الحويصلات. الحويصلة من التعريف العربي عبارة عن كيس. هذا الكيس يأتي الهواء ومحاط ب أوردة يعني شرايين وأوعية فيها كريات الدم، يأتي الأكسجين وتأخذه الكريات
إلى باقي مكانات الجسم. عندما تصير ذات الرئة تمتلئ الحويصلات بالسوائل، فصير عند المريض صعوبة التنفس، ولهذا ينتهي إلى الإنعاش. الإنعاش يعني يحاولون يزيدون نسبة الأكسجين الواصل إلى الرئة، لأنه نسبة الأكسجين هو 20% في الجو. المريض يكون عنده سرعة بالتنفس، عند هذه في الحالة القصوى ينتهي عندما يكون في الإنعاش، يتطور المرض ويصل إلى عجز في الكلى وعجز في الكبد، والقلب يسموها حالة السبسيس، وطبعا وبعدين آخر شيء القلب يعني يتأثر. هذا باختصار تطور المرض سواء كان فيروس أو بكتيري. لكن إحنا المناعة لابد من لقاء مع الجرثومة في كل مراحل الحياة حتى تتطور المناعة اللي يحمينا هذا من، يعني طبعا الإنسان لما يوصل إلى الإنعاش تكون نسبتهم جدا قليلة، ولكن إحنا نواجه البكتيريا والفيروس يوميا بشكل يومي. بشكل يومي، وهناك بكتيريا يعني الجسم محصن، يعني الجسم مهيئ لهذه اللقاءات مع البكتيريا. يعني الله سبحانه وتعالى يعني خلق الإنسان في أحسن تقويم. فهذا الصراع يحد من المرض. هناك التطور، هناك حالة مثلا كيف نتوقع؟ سابقا كانت وفية يعني البلاد المتأخرة أو حتى كان قبل الطب وفيات يحسبوها وفيات ما قبل سن الخامسة. نعم. يعني the death rate below five. وأكثر إحنا نسمع يعني في عمرنا أو قبل يعني حوالي 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة الولادات مثلا العوائل عندهم 10 أولاد لكن يبقى منهم 5. صحيح. أكثرهم يموتون نتيجة الأمراض المعدية مثل الحصبة. كان سابقا الجدري، هسه الجدري طبعا قضوا عليه. مختلف الأمراض ذات الرئة، كانت الناس ما تعرف أنه في أمراض معدية، ما كانش في لا هم يعرفون بس ما كانت يعني شوية شوية، الآن أول مرة عرفوا، بعدين صارت تطور العلم الوقائي وتطور العلم العلاجي وتطور العلم التشخيصي. صحيح. يعني مثلا الآن سابقا يعتمدون مثلا على خبرة الطبيب بإيده يفحص تشخيص، هسه مثلا السماعة هسه بطلوا وقالوا لا الأشعة. الأشعة العادية لا تكشف عن كل شيء، اجى السونار واجى المفراس، يعني هذا يسموه يمكن الام ار اي والسي تي سكان. والآن تطور العلم بحيث انه طبيب الأشعة مو بس يشخص وإنما في بعض الأحيان هو يعالج، لأنه يقدر يصل إلى المكانات الأخرى. حتى تبديل صمامات القلب الآن عن طريق المنظار والكاميرا، عن طريق عن طريق الروبوت. تقدم العلم. فنرجع إلى المناعة. هناك جدول للقاحات تقريبا يبدأ من عمر 2. صحيح. وينتهي في نهاية يعني نهاية العمر 12 اللي هو نهاية المرحلة الابتدائية. والآن في المدارس أصبح أي هو بالمدارس إلى نهاية العمر 12 سنة اللي هو نهاية المرحلة الابتدائية. وهذا ساعدت بالكثير، يعني مثلا الجدري قضي عليه بالمناعة بالتلقيح. دكتور خالد، سؤال ونحن نتحدث هنا عن المدارس والأطفال، يعني دائما الطفل يعود من المدرسة يعني وقد عدي من أحد أصدقائه، لأنه هل لأنه الغرف مغلقة ومدفأة لدرجة عالية أم ما الذي يحدث؟ يعني كيف تنتقل العدوى؟ فيما يخص الجهاز التنفسي، العدوى تنتقل بطريقتين، عن طريق الهواء أو الرذاذ. أنا الآن أتحدث معك، يطلع مني رذاذ أما تشوفيه أو ما تشوفيه، طبعا يكون شديد لما واحد يعطس أكيد طبعا، أو بالسعال. هذا الرذاذ يكون بكتيريا اللي أنا أحملها تخرج مع قطرة من
اللعاب. هذه مداها متر، فتصل للشخص، فتصل للشخص اللي هو عادة الأطفال يكونوا كلش قريبين صحيح. مع بعض. وهذا طبعا قرب الأطفال مع بعضهم مو بس ينقل أمراض المعدية، التركيز القمل اللي صحيح، اللي قمل اللي في الرأس صحيح، يسموه هي دائما تأتي من المدرسة، تأتي لأن هذول واحد بصف الأخ فيتنتقل، لأنه القمل لا ينتقل بالطاير لأنه ما يحب البرودة، فلازم الأطفال يشوفين واحد بصف الثاني صحيح. وشعره يم شعره فينتقل بالضبط، وهي هم بالشتاء كمان بالشتاء نعم، مو بش مو بالشتاء لأنه قريبين وسادين النوافذ نعم. دكتور العادة عندنا بالبيوت يعني لما يكون الدنيا برد جدا الناس دائما تقترب نحو الدفاء المدفأة، أنا هل هاي صحية أم خطأ إنه يلتصق الإنسان لساعات بالقرب من هو مو خطأ لأن الإنسان يعني يحتاج يحمي نفسه إذا في برودة لازم يتدفى، ولكن هل الحرارة الكثيرة تعود بالنفع أم بالعكس الحرارة مضرة؟ الحرارة ما تؤذي لأنه الجسم يرتاح. يعني مثلا كبار السن بهذا البلد لما صير عنده ذات الرئة وإحنا نعرفها مثلا يجون يلقوه مثلا واقع على الأرض سبب. أول ما يتبادر إنه هذا عنده ذات الرئة. ليش دكتور؟ نتيجة إنه الطقس البرودة وهم ما عندهم يعني إمكانية حتى يدفع فاتورة الكهرباء والغاز. فإحنا نعرف إنه هذا اللي جوه واقع بالبيت رأسا ناخذ له أشعة نعرف إنه ذات وبطلع الرئة. صحيح. في أكثر يعني البرودة تقتل. البرودة هي تقلل من دورة الجهاز الدموي والله يعني، ولذلك الرياضة تحرك الجسم صحيح. وتحرك احنا قلنا في سابقا في المناعة انه الخلايا المناعة موجودة في مكانات خارج الجهاز الدموي نعم. يعني شلون مثلا جهاز الإطفاء سيارات الإطفاء ما تفتر بالشارع ولكن في مكانات معينة عندما يتصل فيها وأنا في حالة مثلا emergency يعني مستعجلة تأتي هذا، لكن بالرياضة والحركة شوفي دائما أكو خلايا، وطبعا الإنسان لما يمارس الرياضة يزيد عنده الكريات الدم بال بالأوعية نعم، ولما موجودة هذه بالأوعية يعني تقل هذا نوع من المناعة أنه الرياضة وبصير يتحمل البرد أكثر الجسم أي. دكتور يعني سؤال، عادة يعني ما نرى في عز الشتاء والبرد القارس ترى أناس يركضون في الشوارع كممارسة الرياضة، يعني أحيانا نستغرب أنه عادة في الشتاء الناس مفروض تتجنب البرد لا هو هذا وقائي، هذا وقائي طبعا يسموه فتنس، هو أكيد فتنس يعني حتى يتحمل أنه الرياضة حتى ما يتعب، لكنه نفس الشيء نفس الوقت هو مفيد يعني يحرك الخلايا يحميه من البرد يعني يتحرك دائما حتى يحرك الخلايا الدم مالته البيضاء يمنع لأنه يعني دائما أكو خلايا موجودة بالدم وتروح إلى كل جسم فتقضي يعني تكون لها الغلبة على البكتيريا. إحنا نرجع إلى الهواء الرذاذ، هذا المتر يكفي إن واحد خلال يعني بقرب متر يكفي لانتقال العدوى، هذا واحد. في أمراض إنه البكتيريا تبقى في بعض الأحيان هذه القطرة مال اللعاب قد تتبخر وتبقى البكتيريا أو الفيروس عالق في الغبار، وهذا طبعا الهواء يكون وسيلة لنقل الأمراض، مثلا الحصبة وجدري الدجاج مثلا والجدري مرض الجدري صحيح. كان ينتقل مكان يعني إذا واحد هنا عنده في هذه الغرفة البناية كلها لازم تغلق
طبعا ايه، لانه معدي معدي وقابلتي على انتشار سريع سريعه. هذا لا تساليني انه ليش، لانه ما نعرف. هذا هي طبيعه المرض، طبيعه الجرثومه هكذا. نعم، في الشتاء ايضا تنتقل الفيروسات والبكتيريا ايضا ربما من خلال التلامس باليد او مسك، يعني عاده نحن معلش خليني اجيب هاي عشان عاده المناديل يعني نستعملها لما نكون في برد ونمسح فيها، وقد تنتقل يعني الاوساخ الى اليد ونستعمل اليد دون ان ندري في اشياء اخرى ناكل بايدنا او اليد هي وسيله لنقل كل الامراض سواء عن طريق الجهاز التنفسي او الهضمي او الدموي. اليد لان احنا نستخدم اليد في كل شيء. صحيح. بعدين هناك فتره زمنيه انه المرض او البكتيريا او الفيروس يبقى حي على الطاوله، على الايد، على اليد. وهناك بحوث تقول انه ايش قد هذا يبقى الفيروس، ايش قد البكتيريا، هل تبقى لفترات طويله؟ طبعا لفترات يعني ساعات او يوم او اكثر تبقى. مثلا عصيات السل، السعال بالطرقات، عصيات السل محاطه بغشاء يخليها يعني تحتفظ بحيويتها وتقاوم التغيرات الجويه. ولذلك يعني البصاق بالشوارع هو معدي خصوصا للسل. البصاق اللي الناس لما تبصق بالشارع كيف يعدي؟ طبعا تبقى البكتيريا هذه وتنتقل بالجو بالغبار لما يجف هذا السعال. يقال حتى النقود اللي بنستعملها بايدينا الكاش لما نستعمله ايضا فيها مواد يعني قد تنتقل. بس النقود احنا ما لا نشمها ولا ناكلها، ولكن من يد ليد يعني لانه كثره التعامل فيها طبعا قد تنقل الامراض. يعني مثلا المريض لما يكون مثلا خلينا نقول مريض عنده انفلونزا، نعم، في البيت يجب ان يكون يبتعد يعني تكون له غرفه خاصه، يبتعد عن الاخرين يبتعد عن الاخرين. يعني هاي قضيه المتر مهمه. هذا في البيت. الغرفه مثلا يكون نام وحده مثلا اذا يقدر، اذا اكو امكانيه، لانه اول ما ينتقل الى من ينام عليه ويسدون الباب. يعني خاصة التحضين والتقبيل لما يجي مثلا تيجي بنتي تقول لي تصبح على خير هاي مشكلة وبيزعلوا لما تقول لهم انا مريضة ابتعدوا. يعني هو الأطفال بيزعلوا لو واحد يقول لهم انه انا مريض اخاف اعديك الان. يعني اكيد الان تطورت يعني الناس قامت تفهم هذا الشيء. بس هو بالفعل يعني مجرد الاحتضان قد ينقل ينقل يعني هذا لما يصير لقاء ودي يعني يملأ جهاز التنفسي بكل ما حوى من بكتيريا أو فيروس. نعم. ننتقل إلى الغرفة مثلا. هاي الغرفة اللي احنا قاعدين بها تنظيف الهواء كيف يتم؟ عن طريق فتح النوافذ. لذلك سألتك دكتور قبل قليل أنه أنت قلت أنه الدفء مناسب للإنسان لا يضر، ولكن عندما تغلق كل الأبواب مثلا في الغرفة وتغلق الغرفة الحرارة بتصير مرتفعة أحيانا تحتاج إلى أن تنفسها. يعني أحيانا الحرارة الزايدة بتسبب مشكلة. لا هو الحرارة مو هي السبب، وإنما نتيجة إحنا نريد نحتفظ بالحرارة فما راح نغير هذا الجو الملوث. انسى احنا مثلا قاعدين لما نقعد احنا مثلا خمسة يكون الهواء يعني شوية مريح، خلي يقعدون 100 واحد ما نقدر نتنفس، لازم نفتح الواحد الشبابيك، لانه كنا نطلع الفيروسات بالكلام بالتنفس حتى يعني باللمس. الجلد يتغير ويصير يسموه شيدنج يعني. نعم. بالجو. اسمح لي دكتور أخذ اتصال ثم نعود للحديث في هذا الموضوع الهام. معي الأخت حورية من الجزائر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. أهلا وسهلا حورية، كيف حالك؟ الحمد لله. شكرك أخت وجدان، تحياتي لك ولي الدكتور ولكل مشاهدين. شكرا لك. شكرا. أولا أشكرك على الحصة الرائعة.
أشكر الدكتور. شكرا حبيبتي. أما فيما يخص الأمراض المؤذية قضت عليها مثلا هنا في الجزائر قضت عليها الدولة منذ زمن. نعم. لكن مؤشر هذه الأمراض بدأت مؤخرا مثلا السل والقمل خاصة. نعم. نعم. الأخت هذا القمل نجده في المدارس وفي دور الحضانة. نعم. الأطفال ليسوا فقراء ولكن مستواهم الاجتماعي رفيع، أبناء أطباء ودار كثيرة ونجد فيهم هذه الآفة، آفة نعم. القمل. إذا ما تعود هذه الآفة، هل الجسم يفرز مادة تسبب هذا القمل أم هناك أسباب أخرى؟ سؤال مهم. فيما يخص الشتاء. تفضلي. نعم. أما فيما يخص الشتاء. نعم. الشتاء أخت وجدان. هناك من يغلق كل المنافذ في البيت وعندما يخرج الأطفال يصابون بالزكام مباشرة نتيجة عدم التهوية في البيت. صحيح. حتى أحيانا يصابون بالاختناق. أشكرك يا أختي. شكرا جزيلا. شكرا لك. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك على هذه المشاركة الجميلة. معي اتصال آخر من الجزائر. من معي؟ الأخ محمد من تونس. أهلا وسهلا بك أخ محمد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخ محمد، تسمعني؟ يا دكتور بارك الله فيك، يا دكتور بارك الله فيك على هذا البرنامج الطيب وجزاك الله عنه كل خير وحييك وحيي جميع العاملين في هذه القناة المباركة. يعني انقطع الاتصال. على كل حال الأخت حورية ذكرت أمور مهمة لما تحدثنا عن القمل عند الأطفال. قالت أنه في الجزائر يعني موجودة هذه المشكلة في المدارس حتى في لندن، حتى في لندن في كل مكان، ولكن تقول أنه منتشرة بشكل كبير. يعني أين تكمن المشكلة؟ ما أسبابها؟ هل عدم وعي الأهل ربما، أو الكثافة أو النظافة، كثافة الطلبة أقصد داخل الصف الواحد. النظافة بشكل أساسي. النظافة يعني الشعر يغسل بالشامبو وينظف بالمشط، وأكون أقوم أمشطة خاصة صحيح تقضي على يعني الـ 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 القمل. يسوي بيت على الشعرة. ولو أكو صور كان بين أنه شعرة وبها داخل جسمه ويبيض، والبيضة تتصل بالشعرة وبعدين تفقش. ويعني وطبعا القمل في بعض الأحيان ينقل أمراض مثل بكتيريا يسموها relapsing fever، يعني أكو أمراض ينقل لها القمل. ليس طبعا هذا أصبح المرض قديم، لكن ما زال القمل كالقراد ينقل الأمراض. نعم. يعني أيضا يعتبر معدي. طبعا هو. نعم. القمل يعدي، وما ينقله القمر من بكتيريا. نعم. لأن القمل هو حشرة. البكتيريا أصغر. نعم. طب دكتور، تحدثت أخت حورية عن موضوع أمراض الشتاء، أنه بالفعل نحن نزور الكثير من البيوت نراها ساخنة لدرجة غير طبيعية، يعني التدفئة مفتوحة بشكل عالي، وأول ما تخرج من البيت برودة شديدة. فيعني هل تنصح أنه مثلا درجات الحرارة العالية يجب أن تكون معتدلة على الأقل، أو يكون في تهوية؟ بالضبط. الحرارة كحرارة للتدفئة وليس الحرارة العالية. حركة التدفئة مريحة، لكن إذا كان مثلا أحيانا تزيد عن حدها، يعني تزيد عن حدها لأنه يصير غير صحية، لأن الجسم يحتاج إلى أن يتعرق حتى هاي في حال كان مريض أو عنده زكام أو التهابات. نعم. ثانيا مثلا إذا كانت المصدر التدفئة غير صحي مثلا حطب او الرائحه تقصد، لا ينتج الغاز او اكسيد الكربون، هذا سام طبعا قاتل. طبعا يعني بتحل مشكله بتدفى جسم الانسان، ولكن في مضار اخرى فيه. طبعا سجلت حادثات وفاه لما يستخدمون، لان مو اكثر الناس عندهم تدفئه مركزيه. نعم. بيستعملوا مثل الفاير بليس الفحم نعم. لا الفاير بليس اذا في مدخنة، يعني مدخنة يعني يخرج منها الدخان يدخل تكون صحية، بس إذا ما في مخرج لهذه الغازات السامة التي تخرج مع التدفئة وعن النار. نعم. اسمح لي أستاذ الكريم أخذ اتصال جديد من الجزائر. الأخ خالد، السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك؟ برحب بالدكتور وبيتي. اهلا بك، اهلا بك، تشرفنا. تفضل. عندي سؤال فيما يخص مرض السكر، هل يستطيع الدكتور يزيدني عليه؟ الدكتور غير متخصص بمرض السكر، ولكن تفضل اسأل السؤال لربما. تفضل سيدي. يجيب بشكل عام. هل استعمال الأنسولين يؤدي إلى العقم؟ هل استعمال ماذا؟ الأنسولين. الأنسولين يؤدي إلى العقم. نعم. شكرا على سؤالك أخي. شكرا. تفضل. طبعا احنا قلنا هذا مو تخصصنا. نعم أكيد. بس لكنه مرض السكر مرض عام يتعب الجسم. صحيح. كل الجسم، لكنه ما لا أعرف أنه يسبب العقم. الأنسولين. ولا الأنسولين يسبب العقم. يعني ما كفت علاقة مباشرة. يعني هو يقال أنه أحيانا مضاعفات السكر إذا لم يتم السيطرة عليه قد يؤدي إلى عجز جنسي، وبالتالي سيؤدي إلى عقم. لأنه الأنسولين هو وظيفته إدخال الجلوكوز اللي هو أصغر وحدة من الكربوهيدرات إلى الخلية. نعم. فيأثر على كل فعاليات الخلايا في الجسم. فأكيد يعني. طبعاً مرض السكر هو مرض عام. أكيد. يأثر على القلب، يأثر على الكلى، يأثر على الأوعية الدموية. نعم. يعني بس كسؤال بتحديد مباشر أنا ما عندي علم هذا الشيء. ولكن هو ربما يسأل المتخصصين. أكيد طبعا. إن شاء الله حنتحدث في حصص قادمة حول هذا الموضوع وتكون الإجابة لديك. بس هو عموما نحن نعرف أنه لكل دواء له أثره الجانبية. نعم. السلبية، ليس كذلك؟ يعني في أحيانا. نعم. قد يكون. لكنه يعني ما في لو شيء. كان في عقم يعني تأثير مباشر. نعم. كان واضح عند كل الناس يعني هذا، بس نعم. لا ما عندي خبر بهذا الموضوع. نعم. إلى أي مدى دكتور النظافة يعني تساعد في الوقاية من أمراض الشتاء؟ طبعا النظافة تتعلق، مثلا احنا قلنا مثلا المريض لما عنده سعال او البصاق، كل إفرازاته خصوصا إفرازات الجهاز التنفسي يعني يرميها في مكان وفي كيس مثلا ويربط هذا الكيس بحيث انه هذه ما تزيد من نسبة الفيروسات في الجو. نعم. مثلا احنا قلنا على التهوية. التهوية هي الوسيلة الوحيدة لتنظيف الهواء وتقليل جرعة البكتيريا أو الفيروس في الجو. نعم. ويسموه air changes. ولذلك مثلا في المستشفى خصوصا مثلا بالإنعاش يجب أن يكون هناك air changes، يعني هذا مريض بصف مريض آخر. طبعا. يمكن ينقل الأدوية، وذاك المريض مثلا بالقلب وما يحتاج إلا إذا جرعة أخرى من الإنفلونزا، هو مريض بالقلب يمكن تؤدي الوفاة. نعم. إذا قلنا نظافة بالنسبة لأمراض الجهاز التنفسي هو الحرص على نظافة الجو والهواء عن طريق التغيير مالته. نعم. نعم. فيمكن نص ساعة لتغيير فتح المنافذ تكفي لتغيير كل ما موجود في الغرفة إلى هواء جديد خالي من من البكتيريا أو الفيروس. اسمح لي دكتور أخذ اتصال من الجزائر، معي الأخ بلال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل أخي. خصوصا لكم عندي واحد المشكلة للمطار فيها الحر في قمة. أنا مش سامع الصوت غير واضح، لو سمحت الزملاء بس تعلوا صوت ما سمعتش بوضوح. عيد سؤالك. غير مفهوم الكلام، أرجو أن تتصل بنا مرة أخرى أو تترك سؤالك عند الزملاء. شكرا جزيلا لحضرتك. إذن دكتور كنا نتحدث عن الهواء وتجديد الهواء داخل البيت خاصة. نعم. ولكن في أجسام دكتور تتحمل الحرارة، أجسام أخرى لا تتحمل، يعني من الصعب أن تجلس في مكان حار. طبعا هذا طبيعة الجسم. يعني كل واحد وطبيعة جسم، هناك من يشعر بالبرودة وهناك من يشعر بالدفء، يعني
يختلفون، يعني هاي يسموها normal variation، يعني اختلاف طبيعي بين الناس، لكنه أهم شيء أنه هناك يجب تجديد الهواء. مثال مثلا إنفلونزا الطيور، هذه تنتقل من الطيور أو الدجاج وهي إنفلونزا قاتلة إلى الإنسان، لحد الآن لم تنتقل من إنسان إلى آخر. هذه يسموها occupational hazard، يعني خطورة المهنة. هذه لما يكون عنابير الدجاج يكون الفيروس نسبة عالية في الجو ولا يكون هناك تغيير الجو، فتكون العدوى والإصابة قوية. نعم دكتور. نعم دكتور، المتصلة ذكرت أنه عندها مشكلة، يعني في كأنه حرقة في المعدة، تشعر بحرقة من البلعوم وحتى أسفل. هل هذا نوع من أمراض الزكام ربما أم لا، مرتبط بأمراض أخرى معوية قد تكون؟ أمراض المعدة وال وهي أيضا تكثر بالشتاء دكتور، أمراض المعدة والمريء والالتهابات التي تحدث. لا ما ما لا ما لا لا في كل لا يوجد دليل على ذلك. أي، ربما بسبب التخمة، لأنه المريض لا يتحرك والإنسان لا يتحرك بالشتاء، بالصيف يتحرك يطلع يمشي، يمكن بسبب التخمة ولكن كثير. الأخت السائلة تذكر أيضا أنه هي عندها التهاب في اللوزتين، في اللوزتين يعني في البلعوم الالتهاب اللوزتين قد يكون متكرر عند بعض الأطفال، و يعني لا زال الآراء مختلفة أنه هل يشيلون اللوزتين أم أو لا. نعم نعم، هناك نظريات كثيرة، قسم من يقول إذا شيل، لأنه إحنا عندنا الغدد اللمفاوية تتجمع فيها كريات الدم البيض وتطلع منها وترجع فيها، وهي طبعا هذه حراس للجسم. نعم، أي مكان يلتهب في الجسم مثلا في الفم تكبر هذه الغدد اللمفاوية، مثلا في الرجل تكون في منطقة ما بين الفخذ والبطن تكبر هذه الغدد اللمفاوية لتدل على أنه هناك مرض. التهاب اللوز قد يعني في بعض الأحيان ينصحون برفع اللوز حتى لا تتكرر، يعني الالتهابات عملية إزالتها يعني. أي نعم إزالتها، بس أكو اختلاف بالرأي. أيه، قسم من يقول انه هذه مفيده او ما راح تاثر، وقسم يقول لا هذه اللوزه لما تكبر تسد منافذ التنفس من الانف. نعم، والمريض يتنفس من الفم فتاثر عليه، لانه المخارج او المداخل الطبيعيه للهواء. ولكن هل تلغى، هل وجودها مناعي يعني؟ وجودها طبعا مناعي. الأساس هو مناعي. نعم نعم، هي اذا ما سببت مشاكل اخرى او ما كان في التهابات متكررة كالزائدة الدودية مثلا، وجودها زائدة الدودية ما حد يعرف لحد الان فائدتها، بس ما حد يشيلها الا لما تلتهب. لانه طبعا تسبب الام. اي طبعا السبب، لا تسبب يعني مشكلة، تنفجر داخل الزائدة الدودية تلتهب وتنفجر داخل البطن فتسبب يعني تسمم بواسطة البكتيريا. نعم، اسمح لي دكتور أخذ اتصال من الأخ صادق من الجزائر. أهلا بك. لا حفظك الأخت، مساء النور وأشكركم جزيل الشكر. أهلا بك، تفضل أخي. شكرا لك. يعطيك الله. عندي سطر في الجسم تاعي ما نرقدش الليل طول. شو عندك عفوا التعيد؟ عندي سطر الجسم تاعي، عندي سطر ودي الدخان ما نرقدش الليل طول. عندك دوخة يعني ما بتقدرش تنام بالليل؟ يعطيك الصحة. السبب لا تنش وين قيسان في باكنزيس. نعم، يعني المشكلة هل تعرضت، شو السبب برأيك يعني حتى أصبت بذلك، حتى أفهم أكثر؟ سبب الدوخة وعدم النوم ما هو؟ ما هو عندي سطر في الجسم تاعي داخلي، عندي سطر من هذاك حتى يدور راسي وندوخ. شو هو سطر يعني، شو تشعر، بماذا تشعر يعني؟
ماذا نشعر؟ نشعر بالسطر هذاك، الألم ما نخلينيش نرقد في الليل. ألم في صدرك؟ لا، في بطني. في بطنك، نعم. يعني